مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا والذهاب عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة أحمد حمدي. اللي هتلكم فيديو جديد، مقطع جديد لكم. ما عاملين ايه؟ قبل بس ما تيجي اي حاجة، انت لسه مشترك القناة مش هتحت تلك القناة، فعل صار الجرس عشان مشترك جديد، وهم تقول دوس لايك عشان يوصل عدد لايكات كتير. بمناسبة احب لكم كل سنة طيب، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان ده يعدي علينا كده بسلام وامان كده ما يحصلش مشاكل كده. المهم النهارده باذن الله اول حلقه من برنامجنا اللي انا لحد دلوقتي مش عارف اسمه ايه، بس اخترعت اسمه اللي هو اسمه احنا صايمين في رمضان. ف نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. مش عايز اطول عليكم في الكلام كتير، يلا بقى ندخل في الكارثة او المصيبة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. وانا بالمناسبة على فكرة دلوقتي الساعة 6، يعني الساعة 5 تقريبا، الساعة 5 وانا بصور لكم الفيديو دلوقتي الساعة 5، وانا بصراحة انا جوعت قوي يعني، فقلت ليه مش هصور لكم الفيديو. يلا بقى بدون مكدمات كتير، يلا بقى نعلق على الفيديو. ايه ده، هي دي بطاطس دي ولا ايه؟ اول يا اكيد كوريا دي صح، اكيد كوري، ما هي اكيد كوري. جوعتيني يا بنت اللذينة. كاتشب كمان، كاتشب ومايونيز كمان، يا لهو يا خرابي. والله يا حرام اللي بيحصل معايا ده، جوعتيني. يا رب يا رب صبرني، يا رب يا رب صبرني. لا 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 لا، كده كتير كده كتير كده كتير كده كتير كده كتير. اشربي اشربي، ما انت اشربي، ما انت كده كتير. يا لهوي دي بطاطس. يا نهار اسود يا جدعان، بطاطس 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 بالمازوريلا تقريبا ولا ايه؟ شكلها كده ليه ولا ايه؟ يا بنت والله انا شكلي كده يعني، اول دقيقتين انا شكلي كده خلاص هنفصل ومش قادر اكمل الفيديو، لان انا بصراحه يعني بطاطس بطاطس. كل كل ابلع، يلا يا بابا يلا يلا ابلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مستمتع 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 مستمتع. Thank you.
والله خلاص انا هو انا هعتذر انا هعتذر انا مش قادر اكمل يعني الفيديو عدى عليه 4 دقايق ومش قادر اكمل خلاص يعني والله كده ايه ده اكيد ما لازم تحل لازم تحل ان هي واكله 3 تبوسات لازم تحل انا عارف انها بتقبض بس اعمل ايه؟ لا خلاص ربنا خلاص هو فاضل 4 دقايق كمان وقسم بالله خلاص مش قادر ايه ده بس يا جماعة يا رب تكون عجبتكم الحلقة انا عارف انها ما عنديش وقت اسمعها اكتر تاني حاجة دي اول حلقة لو عجبتكم اكتبولي تحت في التعليقات وهنزلكم تاني حلقة على طول باذن الله انا خلاص قلت هنزل لكم الحلقة امتى باذن الله يا جماعة الفيديوهات باذن الله هتنزل كل يوم الساعة 1 الظهر تمام بس اول فيديو اللي انت هتشوفوه دلوقتي هو هينزل متأخر شوية لان انا دلوقتي بنزلكم متأخر جدا يعني دلوقتي بصور لكم الفيديو متأخر ولسه المفروض انام وكده فانا باذن الله الفيديو ده هينزل لكم متأخر بس ان شاء الله الفيديو اللي هو بتاع بكرة هينزل لكم باذن الله بدري وبس بكون عجبكم الفيديو واكتبوا لي تحت في التعليقات هل الموضوع ده عجبكم فعلا ولا ايه ويا ريت توصلوا عدد لايكات كتيرة عشان اعرف وعشان استمر ومرة تانية احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وباذن الله اقدر اعمل لكم حاجة حلوة بالنسبة لكم وتاني حاجة يا جماعة نسيت اقول لكم بس على حاجة صغيرة انا بفكر اعمل برنامج بالليل اللي هو بتاع التيك توك اكمل الحلقة الرابعة اللي لحد دلوقتي لسه مكملتهاش فاكتبوا لي تحت في التعليقات هعمل برنامج مثلا صبح والليل اللي هو الصبح مثلا هيكون الصيام زي الفيديو زي ده وبالليل هيكون مثلا فيديو دي تيك توك نعلق على تيك توك مان احنا صايمين احنا هنكون في رمضان وحسنات هتروح مننا بس لو انتوا عايزين من ده اكتبوا تحت في التعليقات بس مش عايز اقطع عليكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب يلا السلام عليكم.